أهلا بكم. شكل إعلان وزارة التخطيط لنسبة الفقر بالعراق والبالغ 22% صدمات مختلفة في الميدان العراقي. عدد المسجلين في شبكة الحماية الاجتماعية بلغ 2,000,000، ومن سيتم تسجيلهم أيضا عددهم 2,000,000، أي أن 4 ملايين مواطن في شبكة الحماية الاجتماعية. وحتى مع وجود 1,000 مواطن أو أكثر لا تنطبق عليهم شروط الرعاية الاجتماعية، تصبح المعادلة صائبة في تصاعد نسبة الفقر. النسبة الحقيقية للفقر قد تكون أكثر من 30%، فما الذي حدث حتى انخفضت وفقا لإعلان وزارة التخطيط؟ البنك الدولي صرح خلال مؤتمر مع وزارة العمل عن ارتفاع معدلات الفقر في العراق إلى 30% نتيجة المعادلات السابقة وما أضافته جائحة كورونا للشهر السادس من عام 2020. معيار وزارة التخطيط الذي تستند عليه هو احتساب من يتلقى دخلا يوميا بأقل من دولارين، إنه دون خط الفقر، دون احتساب السكن أو العمل أو التعليم. بالمقابل فإن نسبة البطالة في العراق تبلغ بين 13% إلى 15%، وهذا قد يرفع نسبة الفقر إلى أكثر من 30% في جنوب ووسط العراق.